يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا عادة في مجتمعنا، وهي إذا أراد الرجل الزواج وخطب البنت من أبيها يقوم أبوها بمشاورة إخوانه، فربما عارضه أحد إخوانه وقال أريدها أنا لابني. سؤاله: هل هذا من الخطبة على خطبة الأخ؟ نعم، إذا مال ولي المرأة إلى تزويجها من كفء لها فلا يدخل عليها أحد، فلا يجوز لا لأخيه ولا لغيره أن يدخل عليه، ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم، وابنك يرزقه الله غيرها. نعم، وهذا نوع تحجير، هذا نوع تحجير على ابن عمها، هذا تحجير من أمور الجاهلية. نعم.